جميلة جميلة كلك جميلة 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 كلك جميلة جميلة على صورته مخلوقة طبعته مهمة بفضله مفدية بدمه كلك جميلة أعطى قيمة كلك جميلة أعطى قيمة جميلة جميلة كلك جميلة 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 كلك جميلة سلام لكم مشاهدينا، برحب فيكم في حلقة جديدة من البرنامج اللي تعودتوا عليه كلك جميلة. برحب فيك مرلين الصديقة الدائمة. اليوم رح نحكي عن موضوع الزوجة. كلنا عنا هذا الحلم المثالي تبع يوم العرس والزفاف والتحضيرات والعجة قبل العرس وكل المشتريات والوزن اللي بنزل يمكن من الاسترس، بعدين نتزوج ويمكن نتفاجأ بالواقع اللي هو حلو كتير وفيه تحديات كمان. إيش دوري أنا هون بعد فترة بعد العرس والزفاف؟ إيش دوري أنا كزوجة وإيش مسؤولياتي؟ يعني أنت بداية كانت حلوة اللي حكيتيها ماتيلدا، هاي الصورة الرومانسية الرائعة، وصلت لهذا الحلم ونتوقع يعني إنه إذا إحنا منحب بعض يعني وصلت للي بدي إياه وشريك حياة اللي كنت أحلم فيه وكأنه خلاص يعني وصلت لهناك، وبفعل ببدأ الحياة الواقعية اللي هي الروتينية. فبتبلش عنا إيش؟ الصدمات، صح؟ يعني احنا بنسميها، بدناش نكون عن جد هيك يعني كانه بنعطي الانطباع السلبي، ولكن هذا واقع الحياه لانه احنا مش مجهزين، داخلين لمرحله جديده في الحياه. فبيبلش عندنا الصدمات، انه ممكن نبلش في عندنا هيك تحديات او صراعات على اشياء بسيطه، ويمكن شوي شوي هيك بتكبر هاي الاشياء. خليني اعطي ما يعني مثل هيك فكاهي او بضحك، ممكن اتفه يعني الاشياء اللي ممكن زوج وزوجه يدخلوا فيها لمشاجره، هي يمكن معجون الاسنان او الغسيل او الغسيل، كيف بنطور الغسيل او وين نحط، او اذا حدا شلح حذائه يعني بمحل وين نحطه، وكل هاي الامور الاشياء اللي بالنسبه لنا يعني يا جماعه هذه مش اشياء مصيريه اللي ممكن تكون في عنا اشياء قد صعبه في البيت. فتخيل يعني انا بفكر انه الاستعداد للقبل المسبق، وكمان الرول موديل اللي، او خليني اقول الاختبار الحياتي في الاسره كمان، بيساعدنا يعني كيف نتوقع الحياة الزوجية. وإحنا تناولنا هذا الموضوع بإحدى حلقاتنا يعني إن كان عن تفكك الشجرات الصراعات والنزاعات في البيت، فكويس إنه يكون في استعداد. هلأ لازم نكون واقعيين، يعني إنه إيش دوري أنا لما بدي أدخل الزواج؟ هل ضل حب ونكون مع بعض كل وقت؟ يعني طبعا لا، يعني يكون في مسؤوليات. صح. والرجل بيطلع من البيت وبدنا نمشي بحسب الكتاب المقدس والتحدي الأكبر. يعني ليه بقول تحدي أكبر؟ لأنه كتير مرات إحنا منفكر إنه مثلا، بديش أقول إنه منفكر، ولكن إحنا أول شيء منؤمن إنه الله أكرم المرأة في الكتاب المقدس وأكرم الزوجة، لكن مثلا بتطلع لنا بعض الآيات اللي بعض الناس بياخدوها هيك من محلها وبصيروا يرموها للنساء، ومنها مثلا الخضوع. يعني أصعب كلمة يعني بيقولوا إنه دور المرأة في البيت تخضع لجوزها بإيش؟ يعني كل إشي، مش هو رأس البيت يعني في السيد. أيوة، وإحنا إياه نخضع. هلا أنا يعني ما عندي مشكلة في الخضوع، بس عنا سوء فهم لموضوع الخضوع، لأنه إحنا لما بنحكي خضوع ما بنحكيش خنوع، في فرق. خنوع يعني شخص اللي بيمشي تحت يعني إذلال شخص وسوء معاملة وبيضلوا ساكت يعني في الموضوع. وفي عنا مثلا موضوع حتى يعني مرات بتقولي إذا أنت مش خاضعة يعني أنت متمردة، أو أنت مش خانعة، خليني أقول اللي راضية بكل الأمور وساكتة وماشي فأنت عندك تمرد. التمرد هو كأنه نفور، أوكي، بقلب غير طائع، وخليني أقول يعني عنادة، تصلب في بالشخص المقابل، إنه أنا ما بدي أمشي بحسب رأي إنسان أو بحسب توجيهه. الخضوع معناه طاعة، رغبة بأنه نحيا حياة مشاركة وعندنا هدف واحد. والكتاب المقدس ما بيحكي بس للمرأة اخضعوا للرجال، مزبوط فيه اخضعنا للرجال كنا، ولكن حتى بيقول بالكتاب أنه لازم نكون كل إحنا خاضعين لبعضنا البعض بخوف الرب.
يعني الخضوع متبادل، بس احنا دائما نمسك على موضوع المرأة يعني في البيت لازم تخضع لزوجها ومن سيء فهم حتى الخضوع. الخضوع مش شعور بدونية من المرأة، الخضوع قرار منها إن هي فعلا هي بدها تمشي بحياة شراكة مع شخص تحت تاني. قيادة كأنه الرجل، ومش غلط لما بنقول تحت قيادة رجل. يعني دائما احنا بنقول يعني في عنا مثلا حركات النسائية، وهلا حتى يعني كنساء بالكتاب المقدس او كنساء في الكنيسة، بسبب انه كان في سوء معاملة بناخذ الاكستريم، وكأنه حتى بدنا نسبة المساواة بطريقة صعبة، فحتى بدنا نلغي يعني دور الرجل كأنه بدنا نزيحه على شقة، وهو مش الهدف. الهدف انه نحيا حياة متشاركة ومشاركة مع بعض. فكويس انه احنا فعلا كنساء، انا مش عم بحكي هلا كزوج، لانه طبعا سوء معاملته، كيف حتى هو جاي بيئته وتنشئته اسلوب الحياة اللي هو عايشه، شو فكره عن الزواج كمان بيأثر، واثنيناتهم نفس الشيء. بس انا عشان بحكي عن الزوجات فبقول دورها فعلا انها هي تسدد كمان احتياج الزوج. بس انا بدي احكي هلا انه المرأة عليها دور انها تخضع للرجل، وبهذا الخضوع في فرح، في سعادة، في اتفاق، في احترام. يعني مثلا اذا انا بحس انه انا بخضع لجوزي، مش عم بشعر انه بيقلل من قيمتي، تعرفي ليه؟ لانه ولا مره بطلب مني اخضع له وكانه هذا الامر، لانه من المحبه، من التعاون، من المشاركه، صفرنا نفهم بعض. يعني ما فيش حتى ندخل لصراعات ما قد بانه انا رايي بده يمشي ما دام احنا عم نمشي براي المسيح. فانا كمان بامن انه اقتراب المراه لمحبه الله واقتراب الزوج لله وكلمته ومحبته بتوحدوا بالراي، لانه ايش اللي بيخلق يعني نزاعات وخلافات وكل امور لما بنختلف وما بنعرفش كيف نحل الاختلاف. طب صح. اذا الاختلاف عماله بنحل بانه بعرف كلمه الله من قبل التنين، فعماله بايش بقلل المسافه والفجوه بيناتهم. صح. مادلين، على بخصوص موضوع الخضوع، امتى المراه ممنوع، يعني مش ممنوع، انه من حقها تقول لا يعني للرجل؟ هل في محلات المراه بتقدر تقول لا؟ يعني طبعا اذا في اشياء، وانت لما الاشي حكينا، اذا في اشي له علاقه في الظلم، اساءه لها، اوكي، اشياء اللي فعلا يمكن هي مش شاعره انه هذا الاشي صح وما تحدثوا يعني في الموضوع، طبعا انه هي بتقدر تحكي، يعني مش انه يعني تمشي. يعني مثلا قصه كتير رائعه بالكتاب المقدس باعمال، بقصه حنانيه وسفيره. انا لو كان يعني لو يعني هون اخذت موقف وما وافقت جوزها بانهم يعملوا هذا النفاق، هي القصه انه كان عندهم حقل على المشاهدات، وفعلا بهذيك الفتره الكنيسة الرب كانت عم تنمو، وصاروا يبيعوا كلهم ممتلكاتهم ويتشاركوا الممتلكات مع بعض. ففي كتير ناس باعوا الممتلكات واعطوها للرسل، فطرقت في بال حنانيه وسفيره اللي هن كابل برضو زوج، إن يبيعوا أرضهم ويعطوها للرسل. بس شو هن عملوا؟ مبادرة حلوة، فكرة حلوة، أوكي. بس ما كملت شيك، لأنهم هن اختلسوا بعض النقود، ولما راحوا عند الرسل قالوا لهم هيك إحنا بعنا الحقل. هلا أول إشي راح الزوج، لكن وقع ومات، لأنه قال له وقتها بترس إنه لو أنت كان تقدر تحفظ كل المصاري إلك والأموال، ما هو الملك إلك، ولكن أنت كذبت على الروح القدس. وبعدين زوجته راحت عند الرسل وحكت نفس الكلام، فهي اشتركت في إشي غلط. فبقول إنه إحنا مش لازم نشترك في الغلط. يعني الله ليش وضع الزوجة معينا نظيرا؟ الله وضع الزوجة في كتير محلات حتى تكمل في أشياء وتعين وتساعد، تسند، تقوي، تشجع، تعدل حتى يعني بالتصحيح. مش غلط لما تنين عن جد بحبوا بعض ومشين بحسب الكلمة، يعني ما في اصلا. هذا هو الدور اللي رب وضعه زوجة في حياه رجلها. ايش نقاط القوه عند المراه اللي فيها ممكن هي تكون حقيقي دعم للرجل؟ اوكي، وبدي يمكن اربط هذا السؤال كمان في مسؤولياتها. اوكي، لانه دائما نربط مسؤوليات المراه في انه لازم تكون في البيت. انا بدي أؤيد هذا اول أولوية في حياتها، وبدي أستشهد في آيات من الكتاب المقدس من رسالة تيتوس الإصحاح الثاني،
بحكي هون كأنه دور للنساء الكبار إنهم يساعدوا الصغار، ينصحوهم في إيش، زي ما حكينا في حلقة تانية إنه كمان دور أشخاص أكبر منا، ناضجين أكتر منا، عندهم حكمة يساعدونا فعلا نغير وجهة نظرنا. فهون شو بحكي وصية، بيقول إنه لكي، عم بحكي للنساء الكبار، لكي ينصحنا الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببنا أولادهن، متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن لكي لا يجدف على كلمة الله. فإيش منلاحظ مثلا هون؟ بحكي مثلا محبات لرجالهن، يحببنا أولادهن، متعقلات، كمان ملازمات بيوتهم، صالحات خاضعات للرجال. فهون مثلا أنا بفكر الدور الأول والأساسي هو دور الزوجة أن تكون فعلا داعمة في البيت وفي تربية الأولاد، هذا واحد من الأدوار الأساسية. لكن أنا إيش بشجع دايما النساء، في مواسم بالحياة، في مواسم أني أكون في البيت، يمكن في أول زواجي لسه عم نكون حالنا، لسه عم نتعرف على بعض، الأطفال الصغار ومحتاجين مسؤولية، محتاجين عناية ورعاية. لكن هذا الإشي مواسم، لما بلشوا يدخلوا للمدارس ويبعدوا، في عنا ساعات 8 ساعات مثلا يومية، طب أنا في البيت كيف بقدر أعمل إشي تاني؟ وهون بقدر أقول إنه الكتاب المقدس بيظهر لنا نساء اللي هن كانوا متزوجات وقاموا بأدوار تانية غير التواجد في البيت. أوكي، عنا دبورة. دبورة كانت قاضية وحكيمة وإنسانة متزوجة. فإذا بدي أفتح يعني عشان أقرأ بالضبط إيش بيحكي عنها الكتاب، فبيقول في خداة 4: ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت وهي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت. فهي امرأة متزوجة، اسم جوزها معروف، وكانت تقوم في دور تاني. بيقول كانت تطلع وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل إفرايم. كانوا بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء، يأخذوا منها حكمة مشهور. بالضبط. فإذا يعني إذا أنا متزوجة معناه يعني تضلك في البيت؟ لا، يعني أكيد في إلك خطة في الحياة. وحكينا يعني في حلقة من الحلقات عن موضوع كمان كيف الإنسان أو كيف الوحدة تلاقي وين دورها حتى في الحياة أو أحلامها وطموحاتها. في عنا أستير الملكة ساعدت كمان، أستير إنسان اللي وصلت للملك، لكن كمان هي ساعدت لخلاص شعب كامل. فعندنا أمثلة كتير، عندنا في الكتاب المقدس مثلا زي أكيلا وبريسكيلا، زوجين لتنيناتهم فتحوا بيوتهم لخدمة الرب. فمنشوف فعلا انه مش بس دورها بيت وعائلتها، لكن لها دور كمان في توسيع مملكة الله وامتداد ملكوت الله على الارض. بعدين الحلو بهذا الكابل أكيلا وبريسكيلا انه كانوا يعملوا اشي مشترك، يعني مش انه الرجل بمكان والمرأة بمكان، فكانوا يسووا خدمة مشتركة. صح. وبتعرفي ايش كمان، كتير مرات في الدراسات بتورجي انه أكيلا كانت ماخدة اكتر، بريسكيلا كانت ماخدة دور اكبر في الخدمة. يعني هي حتى كانت زي كأنه المسؤولة عن خدمة كنيسة اللي عندها في البيت. واو. وهو كان داعم لإلها. فالفكرة أنه كمان يعني موضوع الأدوار وكل هاي الأشياء كمان، يعني مش أنه بس المرأة يعني هيك بس سند، لكن كمان عندها دورها الروحي في مملكة الله. مادلين، وإحنا نحكي عن الكابل أكيلا وبريسكيلا، بقول كيف أنه هن كانوا يعني قلبهم خدمة الرب وفاتحين كنيسة وهيك، فعم بفكر انه قديش ممكن يأثر لما تكون الزوجة يعني قلبها مع الرب وعم بتصلي من اجل علاقتها بزوجها، من اجل هذا الزواج، قديش بيأثر عن زوجة تانية يعني كأنه الرب ما إله دخل في هاي العلاقة. يعني اكيد في فرق، لانه خلينا نوصف كأنك بسفينة وبتقولي لمين معطي القيادة انت. فاذا انا ما عنديش مهارة القيادة، اوكي، ومين في عنده مهارة القيادة؟ أني واحدة فينا عند مهارة القيادة، قيادة الحياة، أنه واحد حتى كشخص، مش عم بحكي كمان كنساء، لكن ولا واحد فينا عنده مهارة قيادة الحياة، لأنه إحنا داخلين على الحياة وفعلا عندنا اللي قدام دايما مجهول، والظروف الحياتية اللي عم نعيشها فيها تحديات، صعاب، أمراض، حتى المرات ظروف مادية صعبة، تفككات، أشياء يعني مثلا أشياء غير متوقعة، غير متوقعة بدي أقول يعني مفاجئة. فولا واحد فينا عنده مهارة القيادة، لكن هذا الفرق بين سفينتين، الشخص اللي هو ما عنده المهارة وغير كفؤ عم بيقود هاي السفينة،
وحدا تاني عم بيكون في السفينة لكن بلاقي قبطان اللي عنده مهارة لقيادة السفينة. أنا واحد فينا بيكون شاعر بارتياح أكتر أكيد. أكيد السفينة اللي في إلها قائد عارف وين رايح. بالضبط. وفعلا يعني بحياتنا لازم نتطلع دايما إنه في ربان في عنا قائد في عنا شخص محترف في الحياة اللي هو الرب يسوع المسيح. وهذا الفرق بين الزوجتين، والزوجة اللي بتكون فعلا التقية، المرأة فعلا اللي بتتقي الله، فهي بتكون مسلمة دفة حياتها للرب، ومسلمة حتى زواجها بكل نطاق يعني الإطارات المختلفة. التحديات اليومية، الأشياء الأصعب في الحياة بتكون مسلمة للرب، فبتكون مرتاحة أكتر. وهون بدخل موضوع قديش أنا بقول هناك قوة للمرأة المتزوجة، قوة الصلاة. قوة الصلاة لما إحنا بنصلي لبيوتنا، بنصلي لأزواجنا بكل المواضيع. معناها مثلا إذا عندي خلينا أقول إشي مش متفقين عليه ومش عارفين نتفق عليه، قديش في فرق بين ما أقول يا رب أنت عارف يعني حياتنا، يا رب أنا بضع هاي الطلبة بين إيديك، أنا بصلي حتى فعلا إحنا بدنا مشيئتك في حياتنا. فأنا بسلم الموضوع للربان، ففعلا رح يوجه سفينة حياتي لأني أنا بس بثق فيه. هذا المشكلة هون إذا هلأ أنا بصلي ومش واثقة، لأني محتاجة أصلي وأثق أثق بأنه الأمين اللي وعد هو أمين وصادق في وعوده. فالله بحبته لأنه هو برعانا بكل جوانب. فأنا بقول وبالكتاب المقدس مثلا بقول طب بلكن ربنا بسمعش. ربنا بسمع، يعني ربنا بسمع كل الطلبات الصغيرة والكبيرة التافهة، حتى من تدبير احتياجي ربنا إثني هيك لموضوع مثلا ابني مغلبني، موضوع لموضوع بالضبط لمواضيع مصيريه انا وزواجي، بدنا نعمل زوجي بدنا نترك محل نروح لمحل. الله بيسمع الطلبات. ممكن احنا بنكون تركين الرب لاشياء كتير خطيره، يعني مرض موت بالزبط. بس بالاشياء يمكن العمليه بنفكر انه يعني الله اكيد مش رح يتدخل يعني بهذا الموضوع. بالضبط. بس لا، هو بالعكس الله بحب يكون في حياتنا بكل الاشياء بكل الظروف. في برساله يوحنا الاولى إصحاح 5 بيقول إن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. وبدي أبدأ من الآية اللي قبل بس لأنها إيش بتقول، وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. البيت المبني على محبة الرب، الزوج المتكلة على الله في حياتها، الرب يسوع الموجود في قلبها، هي فعلا كمان المرأة اللي فعلا واثقة أنه طلباتها وصلواتها رح تعمل تغيير في بيتها. يعني موضوع الخضوع اللي كنا نحكي عنه، موضوع الأدوار في البيت، موضوع هذا مين اللي رح يحكي مين ما رح يحكيش، مين رح يوجه سفينة حياتنا، مين اللي رح يأمر في تربية أولادنا، مين اللي رح يعني مثلا هاي الأشياء دور تربية الأولاد تنين مثلا مشتركين فيها. طب بلكن إحنا مش متفقين، كيف أتفق لهاي المواضيع كمان أدخل في الصلاة لهاي الأمور. يعني يا رب إحنا بدنا نعيش بحسب كلمتك، علمنا من كلمتك يا رب. إحنا مش متفقين في الموضوع الفلاني، خلينا يا رب لين قلب زوجي أو غير رأيي، بلكن أنا عندي عنادي، بلكن أنا مش منفتحة قبل الفكر الثاني. يا رب عندنا مشكلة في تربية أطفالنا مش عارفين، طب بلكن محتاجين وعي. طب يا رب ابعتنا للمحل المناسب نتوعى نسمع محاضرات. يا رب محتاجين حدا يدخل في بيتنا يساعدنا في حل النزاعات في الأسرة. يعني هاي الأمور ما أخذها هيك في طريقة عشوائية، أطلب هاي كل الأشياء أطلبها في الصلاة، وأصلي من أجل بيتي، أصلي من أجل زوجي حتى رب يحمينا. كمان ما ننسى أنه واحد من أكتر المحلات المستهدفة هي البيوت المسيحية. ماتيلدا، البيوت المسيحية، البيوت اللي بدها تنبنى على حق الرب وكلمة الرب، إبليس بده يخبطها، لأنه إذا خرب العائلة رح يدمر الأولاد، الأولاد تدمروا، الجيل الثاني رح يدمر ويصير في فساد. فهو فعلا بيضرب. وبعدين كمان موضوع انه الرجل والمرأة بيمثلوا زي ما انا ذكرت بإحدى حلقاتنا انه اتنيناتهم هن كأنه شخص واحد، ان قصد انه اتنين يصيروا واحد كما انه الاب والابن والروح القدس واحد، هاي الطبيعة اللاهوتية. ففعلا هذا زي كأنه هدف عند ابليس انه يجعل اتنين انه يكون في شرخ بيناتهم. فحتى نحمي عائلاتنا محتاجين نصلي. أمين. ولازم المرأة المصلية تثق انه مهما طلبت من عند الرب ايش
لها الطلبات التي طلبتها من عنده. شكرا مادلين كثير على هذا الحوار. مشاهدينا استنونا بحلقات جديدة. جميلة جميلة كلك جميلة جميلة جميلة.